موجز تربوية، أهلا بكم. وجه وزير التربية عماد موفق العزب مديري التربية في المحافظات كافة للسماح لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام ومن هم حاليا في الخدمة العسكرية إلزامية أو احتياطية الناجحين بالامتحان التحريري المؤتمت في مسابقة التعاقد بالتقدم للمقابلة الشفوية في أي محافظة ولصالح المحافظات المتقدمين بأوراقهم الثبوتية للتعيين لصالحها. أنهى طلاب شهادة الثانوية الفرع العلمي امتحاناتهم والختام كان مع مادة الكيمياء. فاتن عباس والتفاصيل. بعد عام من الجد والاجتهاد وضمن إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا، أنهى طلاب الشهادة الثانوية بفرعها العلمي امتحاناتهم التي اختتموها بمادة الكيمياء بكل يسر وسهولة. هلا بالنسبة للمواد الأمل الحمد لله تمام، يعني طبعا يعني بكون الواحد مرتاح إنه خف الضغط وإنه خلصنا من يعني هاي السنة الصعبة خصوصا كانت، وبشكل عام يعني الحمد لله. الحمد لله كتير منيح، بس إن شاء الله هيك يعني تكون ختامها مسك. هلا الأسئلة ما كانت يعني فوق المتوسطة بشوي، بس كان فيها شوية صعوبة. هلا اللي دارس ما يعني ما بستصعب عليه شيء، بس إنه يعني بظن إنه يحلوا تقريبا بنسبة 75% منه. والله أسئلة عن جد صعبة، كتير صعبة، ويعني وبالزور لحتى كتبنا، يعني إن شاء الله أجيب علامة النجاح. أسئلة كانت وسط يعني. إيه والله الأسئلة صعبة شوي، يعني بدها شوي تركيز وبدها وقت أكثر. في كل عام يثبت طلبة سوريا بتقدمهم للامتحانات النهائية سعيهم لرفع اسم وطنهم عاليا وبناء غد مشرق لسوريا. ختام الموجز، إلى اللقاء.